بابها. أما لترجمة الموقع الإلكتروني جوجل فرب واحد وامتيازات لا تحظى بها إلا إسرائيل. هي حرب مفتوحة لا حدود لها ولا ضوابط بين إسرائيل وبعض الدول العربية، فيها تستخدم كل الأسلحة. فإليكم التفاصيل. جوجل أساسا بأمريكا والسيرفرز كلياتهم بأمريكا يونايتد ستيتس. فتنا على ويب سايت جوجل من حد ترجمة، إذا كتبنا إسرائيل ويل داي بيطلع لنا إن إسرائيل لن يموت. أما إذا حطينا لبنان ويل داي بيطلع لنا فإن لبنان يموت، رح يموت. إذا حطينا لبنان لبنان ويل فينيش فإن لبنان الانتهاء رح ينتهي. إذا حطينا إسرائيل والفينش بحط لنا إن إسرائيل لن تنتهي. مثل ثالث، إسرائيل will go to hell. بتلعنا إن إسرائيل لن يذهب إلى الجحيم. أما إذا حطينا لبنان will go to hell إن لبنان يذهب إلى الجحيم. إسرائيل بتعطي لايبريز خصوصي لجوجل، بتقول إنه أنا بدي أعمل كل هدول الأسامي لايبري، بياخذهم بشيء اسمه SEO اللي هي Search Engine Optimization، بيحط اللايبريز وكل الأسامي اللي بيحطوهم إن كان بلبنان أو وورلد وايد، وأوتوماتيكلي بيعرفوا من وين عم بيفوتوا ليدعملوا سيرش، بيعمل ديتكت للأي بي وبيعرفوا وبيعطيهم الكلمات اللي هن بدهم اياهم. بس اذا كتبنا حرف الاي اول وحده بقت ما تبقى اسرائيل سمول لتر، ما بياخذها لانه بيعتبر انه اسرائيل انه في حدا اسمه اسرائيل بالانسان بالحياه. بس اسرائيل كلياتها كابس لوك يعني دوله اسرائيل. هيدي بنترجم من الانجليزي للعربي. اما اذا حطينا من العربي للانجليزي موشي ديان رئيس الموساد السابق الاسرائيلي لا يحب السلام، بيحطوا لنا بالانجليزي موشي ديان فاصلة not a peace loving. خلينا نشوف الفاصلة كيف تتعدد بالكلمات الإسرائيلية، لأنه إذا بنحط اسم لبناني سعد الحريري لا يحب السلام بنلاحظ سعد حريري does not love peace. أما إذا حطينا اسم إسرائيلي تيبي ليفني بيكون تيبي ليفني فاصلة not a peace loving. إذا عملتوا هيدي الكلمة هي ذاتها من إسرائيل بيعطي الترجمة الحقيقية. بس اذا عمل برات الاراضي الاسرائيل اوتوماتيكلي بيعمل بينعرف من وين فتنا وبياخذ الاي بي تبعه اوتوماتيكلي على امريكا وبرد له الموضوع اللي هن بدهم اياه. القدس عاصمة اسرائيل تكون كثير واضحة، جيروزالم ذا كابيتال اوف اسرائيل. اما اذا حطينا القدس عاصمة فلسطين المحتلة بنلاحظ كيف الترجمة والفاصلة تغيرت، جيروزالم فاصلة كابيتال اوف اوكوبايد فلسطين. في طريقة انه نرفع شكوى لجوجل؟ ما بظن، لانه جوجل مثل ما بدها بينعمل وبعتقد نحن بنعرف كيف عم بتصير الاشياء. هذا الموضوع قد ايش صار له على الانترنت بهالطريقة؟ من وقت ما خلقت الانترنت. في عالم سالتهم قالوا لي بتبقى بالغلط. نو ابدا ما في شيء بالغلط. عم تحكي اهم سوسايتي واهم اورجنايزيشن بالعالم وورلد وايد، هيك اشخاص ما بيغلطوا ابدا. مقصودة. جدا. سيرج براين البالغ 39 عاما ولاري بيك 38 عاما، شابان امريكيان من اصل يهودي اسسا محرك البحث العملاق جوجل عام 98، حتى بات جوجل يسيطر على العالم كله فيتحكم في معلوماتنا وعقولنا وتوجهاتنا واذواقنا واخيرا بمستقبلنا. That the two founders are Jewish. The first employee, if I recall well, was Jew. Many of the seniors are Jewish. Does a company like this have a Jewish character? It's amazing how much the Israeli people are able to accomplish with few resources and short amount of time and being really scrappy. And I think that that's certainly a value that we share with Google.